يمضل الموجة علينا وين ما كنتو. بونجور خادين تسمعوا فينا. الوغ خلينا نمشي لحمزة. حمزة أول أكثر ديستونس مشيتها في حياتك؟ أكثر ديستونس على ساقيك ثم تقريبا 20-25 كيلومتر. 25 كيلومتر. أمير 590 كيلومتر. داكوغ مشاية عم مارش مش برشا وفاء. شكون هوني اكثر ديستانس مشيتوها على ساقيكم عملتوا فيها سبور حاجه؟ ما تصورش اكثر من عملت ماراثون 15 كيلومتر. انا عملت ماراثون وثم مره اخرى عملت مارش ثم مره اخرى عملت مارش تقريبا ثم 15. فماشي هكا ديستانس نتاع من هنا للسوس على ساقيك؟ لا لا مستحيل مستحيل. انا عندي شكون في الفامي مشى معقوله كلك عندها 50 سنه التالي هذه. كي نقول لكم فما شكون مشى على ساقيه من تونس لقطر؟ لا امبوسيبل. من تونس القطر امبوسيبل. ما نصدقش. ما تصدقوش؟ ما نصدقش. انا نصدق. انا نقول لكم اللي فما شاب تونسي تحدى كل الصعوبات حبا في المونديال حبا في تونس تحدى كل شيء ومشى القطر على ساقيه. احنا مش نكتشفوا شنو الحكايه تصويت في مونديال الحياه. الحياة في المونديال، اجواء المونديال والجرينتا في جوك على 93 وحفلها في المونديال. شكون عنا اكيد يعطينا ليز انترفونسيون الحصريه ويعطينا الاخبار من مصدرو؟ شكون؟ لطفي. اكيد معنا لطفي دعلول في المباشر. لطفي مرحبا بك يا لطفي. تسمع فينا؟ جيسبر لي تسمع فينا. مرحبا بك يا لطفي. ان شاء الله هكا تكون بصحه بخير وتكون عامل بون كيف في قطر. اخترت يعني بلاصه كلم كلم. وي اخترنا بلاصه مزيانه اليوم على ضيفنا المزيان. يعني على ضيفنا المزيان. حطني في كيما كنت تسمع لطفي، حطنا شويه في الاطار. خط الحكايه بيزار يعني باللي يكون لهنا برشا من الناس يستصعبوا انه ساعه تمشي على السوس على ساقيك. ساعه برشا من الناس يقول لك مستحيل. ساقيه كاريهم انا عملها لهم مشاتوني فيزا. فما بالك تمشي القطر كاريمون على ساقيك. الور الحكايه صحيحه ولا لا؟ ساعه فما شكون اللي عملها؟ اي يلا سيدي خلينا نشوفوا اللي عملها. كيما وعدناكم البارح يا نور عن بطل ما شاء الله عليه، بطل تونسي جانا من تونس. جانا ماشيا على الاقدام من ما شاء الله عليه من تونس وقطر. معانا في قطر الحين، احنا الحين في اجواء مونديالية، وصل مخر شويه لكن مع الظروف مع الصعوبات المرورية نتاع الحدود وما تعرف يا نور اجراءات صعيبة شوية، لكن الحمد لله عمل عزيم عمل قليل جرين تونسية وصل يا نور. واضح. يلا سيدي نتعرفوا على الشامبيون الحقيقة البطل اللي عمل اللي ما يتعملش، اتحدى الصعوبات الكل. خلينا نسمعوه. حطنا هكا في لو بارلور لطفي، خليه يسمعنا ونسمعوه ونتعرفوا عليه. خليل مرحبا بك خليل. ساعة أول حاجة نهنيوك على الشجاعة متاعك، نهنيوك على الباركور اللي عملته وعلى العزيمة وعلى كل حاجة اللي خليتك تعزم وتعمل هالتحدي هذا يا خليل. مرحبا بك على موجات الحياة فهم. مرحبا بيك وبالسادة المستمعين الكل، وعايشك على الكلام الحلو اللي قلت. الله يخليك خليل. أول سؤال من اللي سمعت الحكاية وين نستنى فيك يا خليل، بشو نسألك بارشة أسئلة. ساعة أول حاجة كيفاه جاتك الفكرة؟ ساعة خلنا نبدو من الفكرة قبل ما نبدو في كيفاش تعاملت. والله الفكرة هي كانت بروبوزي تور دافريك معناتها. أي فهمتني. ومن بعديك في قسنطينة تبدل البروجرام. قداش عندها قداش عندها الحكاية يعني؟ قداش غيالمون عندك من اللي خممت فيها التور دافريك من الأول؟ التور دافريك لا ما عندهاش برشا، نتا جمعة قبل ما نخرج. جمعة قبل ما تخرج يعني جمعة قبل ما توصل القطر؟ لا جمعة قبل ما نخرج من دارنا. اللي هو قداش عندك من اللي خرجت من الدار؟ شهرين وانت تعمل في الباركور هذا؟ شهرين وانا في الباركور هذا، شهرين وانا شاق لخلايا واحد. يا لطيف اللطف عليك. كان معايا صديقي مؤمن منصوري اللي بالمناسبه نوجه له التحيه. اي اكيد نقدموا له التحيه. الظروف
لقيت الظروف ما نجمش يكمل ما كملت هزيت حلمتي وحلمتي وكملت بهم واحد. والله يعطيك الصحة، انتوما معناها زوز شبان انت وصديقك خممتوا باش تعملوا التور هذايا، عامتكم شهرين التالي، عزمتوا من الاول بديت باش تعملوا التور نتاع دافريك. الوغ كيفاش تحولت الحكايه لقطر؟ قارة أخرى راهو يا خليل. الحكاية كلها في قهوة راهو. نعملوا في قهوة، نلقاو الدرابوات نتاع الكوب دو موند والناس تحكي على الكوب دو موند. جاتنا الفكرة وقتها وانطلقت. وانطلقتوا وعزمتوا وربي يجيبك في الصواب. كيفاش كان الباركور تو؟ خرجت من تونس وين مشيت؟ وكيفاش؟ والله الجزائر، ليبيا. من ليبيا صارت لنا ظرف خاص، دخلت لنا القنصلية التونسية مشكورين. تزاولنا طيارة الأردن، ومن الأردن السعودية قطر. من جزائر ليبيا الأردن السعودية قطر. بالضبط. الناس اللي يسمعوا فينا هو راهو يا جماعه مش سيرا على الاقدام اقدام، ولكن ما فماش برشا طيارات يعني غيالمون عملت ستوب برشا ستوب نتصور. اي ستوب موجود راهو. اسمعني، فما دي سيركوير وما تنجمش تمشي فيهم على على شقيك. صحيح، يعني عملت ديستانس باهي على شقيك، واللي سيركوي اللي ما تنجمش تمشي فيهم هانو يا ستوب يا طياره يا حاجه من نوع هذا. لا طياره قلت طياره لا معناتها كاي اكسبسيونيل. دكور وقت اللي نظرت السيد شويه والحمد لله تجاوزناه. واضح. والله يعطيك الصحه يا خليل. خليل وقتاش وصلت لقطر؟ وصلت نهار الخميس. نهار الخميس كيفاش كان يعني بالضبط. بارتاجيت الباركور نتاعك على لي ريزو سوسيو، يعني كيفاش كان الباركور وانت قاعده تعيش فيه؟ اسكو يعني برشا من الناس عرفوا شجعوك باش توصل؟ كيفاش كان الباركور؟ والله برشا برشا وقفوا معايا كيما برشا وقفوا ضدي. نتصور اللي وقفوا ضدي اكثر من اللي وقفوا معايا. بيان سور برشا من الناس نتصور خفت عليك زاد يا خليل. برشا من الناس نتصوروا خافت عليك على خاطر ماهوش باركور سهل. خليل قداش عمرك الساعة؟ أنا 27 سنة. 27 سنة. ممثل مسرحي. وممثل مسرح هكا ماهوش غريب معناها من اختيستو يعمل حاجة من نوع هذايا. ألوغ سي ما احنا يسمونا الضاربين. لا لا والله بالحق لا حاجة باهية، فما كوتي اختيستيك حلو برشا برشا. ألوغ أول مرة في قطر خليل؟ اول مره في قطر، وان شاء الله فما بروجرام قاعد يحضر انه باش نكمل تور دو موند بالكلون. واضح. يعني مكياج دو كلون وكوستيم دو كلون وتكامبينغ برشا افكار بالحق من عندك مزيانه وبرشا برشا حاجات. ليه الحقيقه والله برافو. هذه حصري نعرف حصري الاذاعه الحياه اف ام اكس اون اكسكلوزيفيتي. الحقيقه هو يشرفنا جدا ناخذوك اون اكسكلوزيفيتي معانا قبل ما ترجع لتونس. احنا بيان سور الاذاعه الاولى اللي خذيتك معانا بيان سور يشرفنا برشا برشا انه بطل من نوع هذا يكون حاضر معانا. كل التوفيق وكل التشجيع يا خليل. الحقيقة هو لذيق الوقت ماذا بين نحكي معاك أكثر، ولكن لذيق الوقت باش نرفعوا الحضراتكم أذان صلاة المغرب ورجعين تتفيت الحياة فهم. الحياة فهم زهرة الحياة.
وصلتكم بمزيد من المغفرة والثواب. احنا مازلنا متواصلين معكم وهذه جوكا 93 باش نرجعوا تو دو سويت لقطر ومعنا لطفي مرة أخرى. لطفي نور مرحبا. مرحبا مرة أخرى. مرحبا. قديشني سعيدة الحقيقة بوجودكم معنا والحقيقة بالحق خليل نرجعوا معاها نكملوا. خليل نحب نسألك توا اللي عملناه يعني عملناه بطريقة ماهيش اعتيادية ماهيش تقليدية الرتور توا الرتور كيفاش مخمم له؟ مخمم له بالثلاث الرتور يعني طيارة لا بسكليت بسكليت فوالا معناها عامل حسابك اللي حتى الرتور باش يكون بطريقه غير اعتياديه بالضبط مادام كان لليه هكاك الرتور نورمال باش يكون هكاك معناها وسافا ما شاء الله يعني الانرجي موجوده وهذه اللي زاد النقطه اللي نحب نسالك عليها كيفاش التحضيرات البدنيه الحاجه كيف من هكا يعني فما ريجيم سبيسيال بروتيني حاجه يعني معينه تاكل فيها باش تدخل الطاقه اش فما سبيسيال؟ لا ولا فما شيء سبيسيال لو كل شيء عروبي شويه دقله شويه زيتونه العروبي نتاعنا نزل على الطن نزل على الطن هذه البي خرقه للعاده يا خليل يعني خرقه 100% تونسيه 100% تونسيه والله يعطيك الف الف صحه ونهنيك تبارك الله لا لا ما نجمش بدلهم في الثنية العجل يا أمين خليل والله كيفاش كانت الرياكشن تاع العائلة؟ العائلة والله نوتر أما توا باش معناتها هما يشجعوني جا معناتها الوالد زاد كان رحال قبل معناتها ماهيش جديد عليهم صار في العيلة عندكم يعني الفواياج بطريقة غير عادية متعودة بالضبط يعني ما شاء الله مستنسين خليل تسمع فينا؟ أي تسمع فينا يعني قلت لك مستنسين في العائلة بالترحال وباللي فواياج بطريقة مش معناها ماهيش تقليدية بالضبط وكما تعرف عندنا مثل يقول ولد البط يطلع عوام هكا هو ان شاء الله ربي يفضلهم لك وربي يحفظهم مره اخرى قل لي عندنا مقاطعه صغيره شويه جمهور خليل متعدي حلمتوه قالوا احنا شفناه كانستغرام يحبوا يسلموا عليه يا نور يلا سيدي نتعرفوا على على الجمهور هكا نخليهم بيان سور الجماهير هكا عنده الف حق اللي عنده دي فان هنيوه مره اخرى خليل على هالبخور المزيان على لي فان الحقيقه اللي يستحقهم وعلى البطوله اللي عملها مره اخرى قاعدين نشوفوا في التصاور بالنسبه للناس اللي قاعدين يتفرجوا علينا جميلة وجميلة جدا نهنيوك مرة أخرى خليل على الباركور هذا إن شاء الله في نجاحات ودائما في تألق ودائما إن شاء الله من حصلنا إلى أحسن مشكور جدا ديما معنا لطفي دعلول مباشرة من قطر وكان معنا خليل الدريدي اللي ديما معنا وإن شاء الله هكا ربي يحفظك الساعة في الباركور القادم والباركور القادمين وما شاء الله عليك كل الدعم وكل ان شاء الله الدعم الكبير بيان سور للمسيره نتاعك القادمه يلا احنا هكا كنا معاكم دائما في مونديال الحياه في